خلونا نشوف تقارير عن مباراه الزمالك ومقاولين وانتصارات كتير بقى عدى بيها نادي الزمالك قدام نادي مقاولين. نشوف التقارير ونرجع نكمل مع بعض. للزمالك مباريات لا تنسى مع ذئاب الجبل، مباريات حافلة بالندية والإثارة، ذكريات رائعة لا تنساها الجماهير. منذ أن ظهر المقاولون العرب في السبعينات للزمالك أرقام كبيرة أمام الذئاب. التقيا في بطولة الدوري 76 مرة، فاز فيها الزمالك في 49 لقاء وتعادل في 19 آخرين. كعب الزمالك عالي وسجل 113 هدفاً ولم تهتز شباكه سوى 49 هدفاً. الزمالك لم يخسر أيضاً أمام المقاولون سوى 8 مرات فقط. ومن المباريات التي لا تنسى بين الزمالك مع المقاولون فوز الزمالك على المقاولون في موسم 2006-2007 بأربعة أهداف مقابل هدفين، سجلها مصطفى جعفر وعلاء عبد الغني وجمال حمزة هدفين. آخر مباراة بين الفريقين جرت في الدور الثاني الموسم الماضي، ووقتها تعادلا بهدفين لكل فريق في مباراة مثيرة. سجل بن شرقي هدفي الزمالك، وأحرز محمد سمير وعبد الله ياسين للمقاولون، ويتصدر هداف الزمالك في مرمى المقاولون جمال عبد الحميد، حسام حسن وجمال حمزة وأسامة نبيه وطارق يحيى وطارق السعيد، وسجل كل لاعب أربعة أهداف في شباك الذئاب. ويعتبر عبد الواحد السيد حارس المرمى الكبير أكثر لاعبي الزمالك مشاركة في مواجهة الذئاب برصيد 15 مباراة، واليوم يتجدد الموعد في مواجهة أخرى نارية للزمالك أمام المقاولون تنتظر فيها الجماهير فوزاً جديداً.